السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية، شعبة اللغة الإنجليزية، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ. أهلا ومرحبا بكم في محاضرات مادة المانجيريال أبليكيشنز أون كمبيوتر. النهاردة معنا أبليكيشن جديد أو أحد التطبيقات الإدارية هنطبقه أو هنستخدم برنامج الإكسل علشان نحسب. Our talk today will be about net present value and payback period. The main aim of calculating the net present value and payback period is to evaluate investment alternatives or projects alternatives. The thing is, when you decide to make investment, you have to spend initial investment and to build a project or buy a project, and you need to wait to gain or to have return from this investment. The basic point, you need to have a positive return or a positive net investment to decide to do this project or not. انت محتاج قيمة موجبة. قيمة موجبة لإيه؟ You have to pay initial investment. هتدفع استثمار مبدئي، هتشتري مشروع معين أو هتعمل مشروع هيكلفك وليكن 100,000 pounds، هيكلفك 100,000 pounds. طب إيه العائد اللي هيجيلي من وراه؟ Suppose you will gain a return for 6 years 20,000 pounds a year. هيجيلك 20,000 pound عائد سنوي لمدة 6 سنوات. يبقى على مدار الست سنوات هيجيلي كام؟ 20,000 كل سنة، في 6 سنوات يبقى هيجيلي 120,000 pounds، 120,000 pound. طيب the initial investment كان كام؟ initial investment كنت مكلف المشروع مكلف عليك كام؟ 100,000 باوند. يبقى انا 120,000 لو طرحت منهم ال 100,000 تكلفه المشروع يبقى انا كسبان من المشروع ده 20,000. التقييم ده صح ولا غلط؟ لا غلط بنسبه 100%. ليه غلط بنسبه 100%؟ لان الانفستمنت او الريتيرن اللي هيجي لي، العائد اللي هيجي لي، هيجي لي لسه على مدار 5 سنوات. يعني اخر 20,000 هيجي لي بعد 6 سنوات، ال 20 اللي قبلهم هيجي لي بعد 5 سنوات. And the basic principle is 100,000 pounds in your hands today, it's much better than 120,000 pounds in your hands after 6 years. 100,000 معاك دلوقتي النهارده افضل من 100,000 او 120,000 بعد 6 سنوات. ليه؟ لان ببساطه ال 100,000 دول ممكن انت تستثمرهم ويجي لك عائد عليهم ال 20,000 اللي انت هتجيبهم في سنه واحده مش في 6 سنوات. اذا to have a right decision you need to calculate the current value of the money. القيمة الحالية للنقود. We need to calculate the current value of the money. محتاجين نحسب القيمة الحالية للنقود. يعني ايه القيمة الحالية للنقود؟ يعني 100,000 جنيه النهاردة قيمتها بعد سنة 1,100. عشان اعمل اللي انا عايز اعمله محتاجهم يكونوا 1,100. او 1,100 بعد سنة النهاردة قيمتهم 1,000 جنيه بس. كويس؟ يبقى the basic principle is I need to or I could accept a project if it makes a positive net present value. طيب if I have more than one project, لو انا عندي اكتر من مشروع استثماري يبقى هختار ايه؟ هختار اللي هيديني net present value اعلى. طب يعني ايه net present value؟ صافي القيمة الحالية. طب احسبها ازاي؟ عبارة عن القيمة الحالية للعوائد اللي هيجيلي من المشروع ناقص تكلفة المشروع بمنتهى البساطة. طب يعني ايه العوائد؟ دي العائد اللي هيجيلي كل سنة. طب يعني القيمة الحالية للعوائد قيمتها النهاردة. يعني المثال اللي انا ضربت قلت ايه؟ البروجكت اللي انا قلت عليه هيجيب لي 20,000 pounds each year for 6 years. اوكي؟ each year 20,000 pounds. طيب ده قيمتهم النهارده كام؟ يعني 20,000 اللي هيجي لي بعد سنتين قيمتهم النهارده كام؟ 20,000؟ لا اقل بكتير. طب اللي هيجي لي بعد 3 سنوات اكيد قيمتهم اقل من اللي هيجي لي بعد سنتين. طب ال 20,000 اللي هيجي لي بعد 5 سنوات قيمتهم اقل من اللي هيجي له بعد سنتين، بعد سنتين وبعد سنه. يعني لو 20,000 هيجي له بعد سنه قيمتهم النهارده ممكن يبقوا 19,000. طب بعد سنتين لا قيمتهم النهارده يبقى 18,000 بس. طب اللي هيجي له بعد 3 سنوات لا ده النهارده نقبل 17,000 وما اخدهمش بعد 3 سنوات 20,000. طب اللي هيجي له بعد 6 سنوات لا ده اقبل 15,000 النهارده او 14,000 وما استناش 6 سنوات عشان اخده. وصلت الفكره؟ اذا I need to calculate the current value. الهدف النهارده او الكورس بتاعنا ان احنا مش ازاي نحسب النت بريزنت فاليو، ازاي نستخدم السوفت وير او الاكسل او الابلكيشنز او الكمبيوتر تو كالكوليت ذا نت بريزنت فاليو او البي باك بيريود. البي باك بيريود انذر تول اور تكنيك تو ايفالويت ذا بروجكت. معناه ايه؟ انا امتى الم فلوسي؟ يعني انا لما ادفع 100,000 النهارده هيلمهم تاني بعد قد ايه؟
طب لو انا عندي اكتر من مشروع، مشروعين، الاول هيلم فلوسي بعد سنتين، التاني هيلم فلوسي بعد 3 سنوات، يبقى انا هختار المشروع الايه الاول اللي هيجي لي فلوسي بعد سنتين. يعني لو مشروع هيكلف عليا 100,000 وهيجي لي في السنه الاولى مكسب 60,000، والسنه الثانيه 40,000، والسنه الثالثه 30,000، يبقى انا هلم فلوسي بعد سنتين. ليه بعد سنتين؟ لان السنه الاولى هكسب 60، يبقى باقي لي من الفلوس اللي دفعتها كام؟ 40. السنه الثانيه على طول هكسب 40، يبقى انا كده لميت فلوسي بعد سنتين. طب البروجكت 2 لا، برضه لو هدفع 40,000 هيجي لي في السنه الاولى 30,000، وفي السنه الثانيه 40,000، وفي السنه اللي بعدها 40,000، كويس، وهيجي لي اللي بعدها 40 واللي بعدها 40 وهكذا. هلم فلوسي بعد ايه؟ بعد 3 سنين تقريبا. السنه الاولى هيجي لي 30، يبقى انا باقي لي 70 من الفلوس اللي دفعتها، اللي بعدها 40، يبقى انا باقي لي كمان 30، اللي بعدها 40، يبقى انا كده لميت فلوس. يبقى السنه برضه هختار المشروع الاول. ليه؟ لان هلم فلوسي اسرع من المشروع التاني. طيب خلينا واحده واحده كده ونطبق التو تكنيكس او التو تولز ان يوزنج اكسل شيت. Has a company would like to invest in a new two project. The company has the following information for this new investment. Cost of the new investment as for project 1 $1,300,000. Project 2 $2,200,000. المشروع الاول هيكلفني $1,300,000، المشروع الثاني هيكلفني 2,200,000. طيب project 1 will make return for 7 years. The first 5 years will make return $312,000. 6 year or year 6 $290,000. Year 7 $300,000. Project 2 will make return $480,000 for 7 years. بقول لك find out the net present value and calculate whether it's worthy to invest for health or not. Assume the rate of return 10%. افترض ان معدل العائد كام؟ 10%. كويس؟ طيب خلينا نستخدم الاكسل شيت ونشوف ازاي نقدر نختار مشروع الاول ولا الثاني. مبدئيا انا محتاج اختار مشروع اللي يديني positive net present value. لازم يديني قيمه موجبه وليست سالبه. اصل السالبه معناها ايه؟ ان انا مش هلم اصلا الاستثمار المبدئي. يعني المشروع مكلف عليا 100,000 مش هكسب منه ال 100,000، دي معناها النت بريزنت فاليو نيجاتيف، يبقى المشروع ده مرفوض. طيب لو عندي مشروعين يبقى انا محتاج الاول الاثنين يكونوا موجب، بعد كده اختار اللي يديني النت بريزنت فاليو اعلى، معناها ان هيجي لي منه عائد اعلى. طيب خلينا نفتح الاكسل شيت ونطبق على المثال ده. هنا net present value and pay back period twice. طيب احنا بس هننقل الايه الداتا بتاعتنا. عندنا كام مشروع؟ عندنا project 1 هنا، project 1 وهنا project 2. عشان اعمل المشروع انا محتاج المشروع الاول عشان اعمله هيكلفني كده مبدئيا $1,300,000. دول عباره عن ايه؟ عن تكلفه استثماريه. هدفعهم امتى؟ هدفعهم النهارده، هعمل مشروع النهارده. يبقى بعد سنه ولا بعد سنتين ولا بعد دقيقه حتى هدفعهم النهارده؟ انا بعد سنه يبدا يجي لي العائد بتاع السنه الاولى. اذا هدفعهم في يير ايه؟ يير زيرو. يبقى انا الانيشال انفستمنت او الاستثمار المبدئي بدفعه في يير زيرو. اصل يير 1 دي معناها بعد ما اشغل المشروع ويعدي عليه سنه. هو انا لما اشغل اي مشروع هيجي لي العائد النهارده ولا هيجي لي بعد ما اشتغل ويعدي سنه؟ هيجي لي بعد ما اشتغل ويعدي سنه. امال النهارده بعمل ايه؟ بدفع، ببني المشروع، بشتريه، ببني، بشتري معدات، بشتري الات، بدفع ايه؟ انيشال انفستمنت. يبقى دايما الانفستمنت ده بيكون في اليير زيرو. كويس؟ يبقى هنا اليرز السنوات، هنا عندي ايه؟ يير زيرو 1 2 3 4 5 6 7، هما 7 years. البروجكت 1 هيكلفني كام؟ $1,300,000. طب بروجكت 2 هيكلفني كام؟ تمام، بروجكت 1 $1,300,000، بروجكت 2 $2,200,000. $2,200,000. اوكي؟ طيب شوف بقى الريتيرن.
البروجكت 1 هيجي لي ايه؟ هيجي لي منه ريتيرن $312,000 for 5 years. $312,000 for 5 years. طيب نحطهم كده كوبي اند بيست مدة 5 سنوات. طيب year 6 يجي لي قد ايه؟ $290,000. $290,000. Year 7 هيجي لي $300,000. Project 2 هيجي لي $440,000 لمدة 7 سنوات for 7 years. يبقى $480,000 for 7 years. حطهم كلهم كده بيست. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج اعرف ال rates of return كام؟ 10%. كويس، هنا rate of return كام؟ 10% المشروع الاول و 10% المشروع الثاني، هي 10%. كويس 10%. كده انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، بس حطيت البيانات نقلتها في الاكسل شيت، ما عملتش حاجه. محتاج احسب ايه؟ محتاج احسب حاجتين، محتاج احسب النت برزنت فاليو لكل مشروع، ومحتاج احسب برضو البي باك بيريود. كويس، واحده واحده كده ونشوف هنحسبهم ازاي. لحد دلوقتي انا ما حليتش اي حاجه، انا بس نقلت البيانات في الاكسل شيت. طيب ازاي احسب النت برزنت فاليو؟ محتاج اكتب المعادله او طريقه حساب. ركز معايا، وده المهم او ده الكور في اور ليكشر، ده الاساس بتاع المحاضره المفروض تتعلمه، هو ازاي تكتب المعادله دي. مبدئيا زي ما اتعلمنا قبل كده في الابلكيشنز اللي خدناها قبل كده، to make this cell understand the formula I need to write equal. عشان السيل او الخليه تفهم ان انا بعمل معادله لازم اكتب يساوي. كويس، جاست ان انا كتبت يساوي كده الاكس شيت فهم ان انا هكتب معادله، عايز يفهم. طيب انا عايز احسب ايه؟ عايز النت بريزنت فاليو. منتهى البساطه على الكيبورد بتاعتك اكتب ان بي في، هي النت بريزنت فاليو. هتظهر قدامك فروم دروب داون منيو القائمه المتسدله ديت النت بريزنت فاليو، ظهر اكس ان بي في والان بي في. انا محتاج ايه؟ ان بي في، محتاج احسب النت بريزنت فاليو. لو ضغطت عليها دبل كليك كده قال لي كده الاكسل شيت فهم ان انا عايز احسب النت بريزنت فاليو. نايس، لي ادخله الداتا اللي انا عايز احسب عليها، تحسب لمده كام سنه المشروع ده هيجيب لك كام، معدل العائد كام. لو بصيت كده هلاقي قدامي ظهر المعادله مكتوبه، ظهر قدامي خالص بين قوسين كده، تلاقي الريت سيمي كولون او فاصله منقوطه، فاليو 1 فاليو 2 الفاليوز اللي انا عايز اكتبها. طيب يبقى اول حاجه بيقول لي تكتبها الايه؟ الريت، معدل الريت اوف ريتيرن عندك كام؟ 10%. طيب انا كاتبه فين؟ انا بس بقول له المكان اللي انا كاتبه فيه، انا كاتبه في الكولوم نمبر بي في الرو نمبر 39، يبقى في السيل دي الخليه دي. كويس؟ اللي هي الخليه اللي هي في 10% دي اللي هي فين؟ بي 39، بي 39. او بمنتهى البساطه انشط الخليه اوتوماتيك يجي كاتب لي بي 39. منتهى البساطه. يبقى تكتب على الكيبورد بي 39 او تنشط الخليه فيكتب بي 39. بعدها ايه؟ بص على المعادله، انا مش انا بنقل من المعادله اللي قدامي. اهو فاصله منقوطه سيمي كولون، عملت سيمي كولون. بيقول لي بقى دخل فاليوز، هيجيب لك عائد لمده قد ايه؟ لمده 7 سنوات. اكتب بقى فاليو 1 سيمي كولون، فاليو 2 سيمي كولون، وانت ماشي كده لحد 7 سنوات. او حددتهم كلهم مره واحده، هاجي عند يير 1 كده واحدد لحد يير 7 مره واحده، فقال لي اه فروم بي 39 لحد بي 38. خلي بالك دول نقطتين على بعض، لو حددتهم هيظهر بالشكل ده، عايز تكتبهم يبقى بي 39 نقطتين على بعض بي 38، يبقى في فرق ما بين السيمي كولون او الفصل المنقوطه والنقطتين على بعض، التو بوينتس او النقطتين اللي فوق بعضهم دول. النقطتين فوق بعضهم دول بيقول لي من كذا الى كذا. كويس، بس اقفل القوس ناقص الانيشال انفستمنت بتاعي الاستثمار المبدئي ده، كده العائد اللي هيجي لي، العائد اللي هيجي لي اطرح منه الاستثمار المبدئي اللي هو في الخانه بي 31. كويس، انتر يساوي ادي النت بريزنت فاليو. طبعا هو مديني برسنتج، انا محتاج اخليها جنرال. تمام، اذا النت بريزنت فاليو فور ذا بروجكت 1 $200,370، 200,307 دولار. صعبه النت بريزنت فاليو؟ اي ثينك اتس فيري ايزي.
شوف المعادلة مكتوبة فوق اهي. طيب انا ممكن اعمل لها نسخ، انا مش هنسخ، انا اكتبها تاني للبروجكت للبروجكت 2. لاحظ ان انا ايه تمام. طيب فور بروجكت 2 يلا نكتب كده، نركز مع بعض عشان اكتب. يبقى اول حاجه عشان يفهم ان انا بكتب فورمولا اكتب ايه؟ يساوي. ممتاز. بعد ما اكتب يساوي عايز احسب ايه؟ النت بريزنت فاليو اللي هي ان بي في. بس كتبت على الكيبورد ان بي ان بي في، ظهر لي من الدروب داون منيو في القائمه الايه اللي ظهرت قدامي تو اوبشنز، ان بي في واكس ان بي في. هختار ايه؟ الان بي في. هختارها ازاي؟ هعمل لها دبل كليك، فتح لي الايه؟ كتب لي المعادله بتاعتي وفتح قوس. القوس ده اول حاجه يكتب فيها الايه؟ الريت. المعدل بتاعي الريت اللي هو كام؟ 10%. هعمل عليه كليك، قال لي مكتوب ده في الخانه سي 39. ممتاز ماشي. بعد كده سيمي كولر، ثمن قوط ثمن المنيو. وبعد كده حدد الريت بتاع العوائد لمده 7 سنوات، كليك شمال كده واسحب احدد العوائد كلها فروم سي 31 او سي 32 لحد سي 38. اقفل القوس. ناقص الانيشال انفستمنت اللي هو كام؟ 2,200,000 باوندز اللي هو في الخانه سي 30. انتر. ادي الايه؟ القيمه. طبعا برسنتج انا مش عايز هنا برسنتج، دي فلوس او ديت قيمه، فاختار جنرال يديني الرقم 136,000 دولار و 841 دولار. كويس. 136,841 دولار. which project is better؟ which one is better؟ 1 ولا 2؟ طبعا 1، لان الاول هيديني ايه؟ النت بريزنت فاليو 200,000، الثاني هيديني 136,000 بس. يبقى إيه المشروع الاول افضل بكتير من المشروع الثاني، وزي ما انتم شايفين المعادله اهيت. كويس. محتاج احسب الايه؟ البي باك بيريود. انا محتاج عشان احسب البي باك بيريود محتاج اشوف بقى احسب الكوميوليتيف المجمعه، الكوميوليتيف الايه؟ النسبه المجمعه للايه؟ للبروجكت 1 والبروجكت 2. كويس. طيب كوميوليتيف فور بروجكت 1 والايه؟ الكوميوليتيف فور بروجكت 2. ايه النسبه المجمعه؟ ايه الكوميوليتيف للبروجكت 1؟ اشوف انا والله الانيشال انفستمنت كده هدفع النهارده كام؟ هدفع يعني بالماينس 1,300,000 دولار. ممتاز. البروجكت 2 هدفع النهارده كام؟ ها؟ هدفع يعني ماينس 1,200,000 دولارز. طيب ناخد بقى المشروع الاول لوحده وبعدين ناخد المشروع الثاني. المشروع الاول هيجي لي في السنه كام؟ الاولى 312,000. طب الفكره في البي باك بيريود دي انا هلم فلوسي بعد قد ايه؟ يعني انا هدفع النهارده 1,300,000، هيجي لي بعد سنه منهم 300,000، يبقى انا ناقص لي من الفلوس اللي دفعتها كام؟ مليون. بعد سنه كمان يجي لي 300، يبقى انا ناقص لي كام؟ 700. بعد سنه كمان 300، ناقص لي 400. بعد سنه كمان 300، ناقص لي 100,000. السنه اللي بعديها هيجي لي 300، يبقى انا خدت ال 100,000، يبقى انا كده لميت الانيشال انفستمنت او تكلفه المشروع بتاعتي وكسبت 100,000. اول 100,000 اكسبها، لميت فلوسي بعد كام سنه؟ بعد 4 سنوات وكام شهر، او بعد 3 سنوات وكام شهر. كويس. طب المشروع الثاني؟ لا، لميت فلوسي بعد 6 سنوات. لا، يبقى المشروع الاول افضل من المشروع الثاني. طب ازاي احسبها؟ طيب انا قلت الاول في الير زيرو انا دفعت 1,300,000 زي ما عملتهم بالماينس. السنه اللي بعدها جه لي منهم كام؟ 312,000. يبقى الليه دي هتساوي ايه؟ what I have earned، what I have paid اللي انا دفعته هنا اللي هو 1,300,000 زائد اللي جالي اللي هو في الخانه دي، يبقى دي 31 زائد اللي جالي، اللي جالي كام؟ 312 اللي هو في الخانه بي 32 ايكوال. يبقى انا كده ايه؟ لسه خسران او لسه دافع 988,000. عرفنا حسبناها ازاي؟ 1,300,000 زائد 312,000. طب السنة اللي بعديها نفس الموضوع اللي هو عبارة عن ايه؟ هتساوي
كويس. الخانة دي اللي هي دي 32 بلس الخانة دي 33 equal، يبقى انا كده كام؟ 676، وهكذا. ممكن اكتب المعادلات او انسخ التنسيق كده من الزاوية دي كده لحد الاخر يقول لي يبقى انا كده لميت فلوس. بص كده للسنة السنة الرابعة انا لسه ناقص لي 52000 والم المليون 300 اللي دفعتهم. تعالى بقى السنة الخامسة لميت، السنة الخامسة هي 312، يبقى خدت ال 52000 بقيت مشروعي وكسبت كام؟ 260000. يبقى انا هلم فلوسي بعد كام سنة؟ 4 سنوات وكذا شهر. يبقى انا محتاج احسبها بالظبط. يبقى انا مبدئيا هلم فلوسي بعد 4 سنوات وكذا شهر. تعالى زي ما حسبنا فور بروجكت 1 نحسب فور بروجكت 2. طيب بروجكت 2 نفس الموضوع، يبقى هيساوي ايه؟ مليون، انا دفعت 2 مليون 200000 جالي في السنه الاولى 480، يبقى كام؟ اي 39 اهوت، اي 31 اسف، بلس اللي جالي كام؟ اي 32 يساوي مليون 720 وهكذا. طب اعمل كمان واحده يبقى يساوي الرقم اللي قبلها على طول فوقيها مباشره زائد الرقم المقابل اللي هو 480 اللي هو في الخانه سي 33 يساوي انتر على طول وهكذا. ممكن انسخ بقى التنسيق بدل ما اكتب معادله معادله. تمام، بص الاقي هنا في السنه الرابعه برضو نفس الموضوع، انا فلوسي كام؟ لسه محتاج 280000 عشان الم ال 2 مليون و200000 اللي دفعتهم. في السنه الخامسه هيجي لي 480000، يبقى انا خدت ال 280 وكسبت اول 200000، يبقى الم فلوسي بعد 4 سنوات وكام شهر. يبقى انا محتاج اعرف كام شهر بالظبط، لان الكام شهر دول هيفرقوا. لو انا بختار طبقا للباي باك بيريود فانا محتاج اعرف هلم فلوسي بعد كام وقت بالظبط، 4 سنوات وكام شهر، عشان انا دايما بختار المشروع الايه؟ الاقل. طيب يبقى البي باك بيريود هنا احسبها ازاي؟ بتساوي منتهى البساطه، ركز معايا في المعادله بقى في البروجكت 1، البي باك بيريود هتساوي ايه؟ انا هلم فلوس ايه؟ شوف الرقم انا عندي هنا المشروع الاول، ده المشروع الاول كويس؟ طبعا ايه؟ بما ان عملت كتبت يساوي فعلى طول فاهم ان انا بكتب معادله، عشان بس اوضح لكم. طيب هنا شوف المشروع الاول، لو بصيت هنا هتلاقي انا لسه السالب والموجب هنا، السالب عند كام سنه؟ 4 سنوات، الموجب عند قد ايه؟ عند 5 سنوات. يبقى انا لميت فلوسي بعد قد ايه؟ البي باك هنا البيريود 4 years and ها شويه شهور كده few months صح؟ 4 years and few months. بعمل ايه هنا؟ شوف باخد السنة اللي مقابل آخر سالب اللي مقابل 52000 اللي هي كام؟ 4 years. 4 years عندي دي إيه؟ عند الكولوم A والرو 35، يبقى آخد الخانة A 30 ها؟ A 35 كويس كده؟ آخد الخانة A 35 كويس؟ لا خد الخانة بقى ايه اللي مقابل الموجب، اسف، A36 A36 ماشي A30 5 ولا 6 اهي 35 مظبوط. تمام، يبقى تاني هاخد السنة اللي عند اخر سالب هنا كام؟ السنة اخر سالب هنا اللي هو اخر ماينس عند year 4 year 4. تمام، year 4 دي في الخانه ايه؟ A 35 A 35. يبقى البي باك بيريود هتساوي ايه؟ يساوي A 4 years اهو عند 4 years اللي هي 35. اشمعنى خدت ال 4 years؟ اللي هي مقابل اخر سالب اللي بعديه موجب على طول كويس؟ طيب بعدها اعمل ايه؟ ماينس كورس كويس؟ وبعدين هنا انا محتاج كام؟ محتاج 52000 عشان الم الفلوس، يبقى دي 35 زلطه دي 35 اقسمها على اللي بعديها على طول او العائد اللي هيجي لي بعد كده اللي هو بي 36 اقفل الايه الكوست انتر. تمام، معناها ان انا هلم فلوسي بعد 4.16 يعني معناها بعد 4 سنين وشهرين تقريبا، بعد 4 سنين وشهرين. طيب اللي ما فهمش الاولانيه يركز معانا في الثانيه. طيب البي باك بيريود هتساوي ايه؟ يساوي
اشوف اخر ماينس، اخر ماينس هنا في البروجكت 2 اهو عند 280، اللي بعدها موجب على طول، اللي بعدها البلس الموجب على طول. طب اخر ماينس هنا مقابله عند 4 ييرز اظللها مباشره اللي هي الخانه ايه 35، بعدين اعمل ايه؟ اعمل ماينس، افتح قوس، اخد الرقم السالب اللي هو 280,000 اللي هو اخر رقم سالب، اقسمه على العائد اللي هيجي لي بعديه على طول. العائد اللي هيجي لي بعديه كام؟ 480,000 في، طبعا اذا كان دي 35 اللي بعدها 36 على طول. اقفل القوس يساوي، يبقى انا هلم فلوسي بعد قد ايه؟ بعد 4 years and 6 months تقريبا. كويس؟ طيب طبقا للنت البي باك بيريود يبقى الايه؟ البروجكت 1 ولا 2 اللي بيتر؟ ها؟ بروجكت 2 is better. طيب طبقا للنت بريزنت فاليو؟ لا، ده بروجكت 1 بتر. لو انت بتختار اختيار المشروع الايه؟ الاول. اما لو تبقى للنت بريزنت فاليو يبقى انت تختار المشروع الايه؟ التاني. خلاص؟ اتمنى تكون المحاضره بالنسبه لكم سهله، فهمتوها؟ اهم حاجه تركزوا في طريقه كتابه المعادلات. بعت لكم الاكسل شيت، لو انت ضغطت على اي خليه من دول هتظهر قدامك طريقه كتابه المعادله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.